مرت حبيبي، فاطمة بتجي على طول مشان تشوفك. اليوم شو صار بالمسبح معكن؟ فيك تحكي لي كيف وقع مارت بالمسبح؟ مارت حبيبي، اللي هاي المرة زدتك بالمسبح شي؟ أختي، أصلاً ستي عم تحكي معه بلا ما نضغط عليه نحنا كمان. فاطمة بتحب مارت، لما مارت وقع بالمي اجت فاطمة كمان. واختك عزراء كمان بتحبك، هي اليوم زعلت عليك كتير مو؟ عزراء أنقذت مارت، عزراء أنقذت فاطمة. طيب هذا مو حلو كتير؟ منيح يلي اجت اختك ووصلت بالوقت المناسب ولحقتكن. ستي، شو وضع المرأة؟ لما طلعت من هنيك كانت بالعناية المشددة. فاطمة هلأ نايمة، رح تصير منيحة. رح تتعافى حبيبي مارت، انت لا تزعل أبدا. مارت، مساء الخير. حبيبي، انت منيح ما هيك؟ مليت شي؟ لا تطمني، هو منيح. بعدين ليش لحتى يميل كلياتنا قاعدين معه، ما هيك مارت؟ عزراء، فاطمة هلأ صارت منيحة ما هيك؟ ايه فاطمة صارت منيحة كتير. الدكتور قال لا تخلوا مارت يزعل على الفاضي. أردا، انت كنت عم تلعب بازل مع مارت بغرفتك، رجعوا لعبوا هلأ. ايه بصير منلعب، حابب تلعب مارت؟ ها؟ يلا تعال نروح معناها. يلا روح معه. تعال يا بطل. طيب سمرة عندها علم باللي صار؟ لا، نحن ما خبرناها. سمرة ما عندها علم؟ معناتها أنا رح خبرها فوراً، لأنه لازم تجي وتاخد مارت ما هيك؟ وكيف وضع المرأة؟ لسه في خطر على حياتها، كانت غايبة عن الوعي. لو أنها خطفت أخي كنت خنقتها بإيدي الاثنين. القانون رح يعاقبها أكيد. أنا همي الوحيد هلأ أنها تصحى بأسرع وقت وتحكي الحقيقة. ألو، مرحبا سمرة، مارت هون عنا، بس بدي أقول لك شغلة هلأ، لا تخافي ماشي؟ ليكي مارت اليوم كان رح يغرق، يعني الحمد لله. لا لا، هو منيح منيح، عزراء كانت هنيك وأنقذته لمارت. هلأ هنن أجوا من المستشفى، صحته منيحة كتير، يعني لا تقلقي عليه. إيه؟ وفي هاي المرة منيح كمان. منيح، إيه منيح، فرحت كتير حبيبتي سراب. أنا مشغولة شوي، ممكن أتصل فيكي بعدين؟ وبدي أطلب منك شغلة تانية، ممكن يبقى مارت عندكم هاي الليلة؟ تعرفي وضع البيت ووضع جانسو مانو منيح بالمرة. ايه تمام تمام يا روحي، انتي لا تاكلي هم، انتي اهتمي بجانسو. تسلمي، شكرا كتير لك. قالت اذا بيضل مارت هون اليوم، وكانت متوترة كتير، يعني ما فهمت. معقول لانك خبرتيها عن فاطمة يا ترى؟ لا. قلتي لها عن فاطمة ماما؟ لا يا روحي، ما خبرتها عن فاطمة ولا عن غيرها، أصلاً هي كانت متوترة حتى ما سمعت شو قلت لها وسكرت التليفون. عزراء بنتي، وأنتي كمان خليكي هون. للحقيقة كنت حابة أبقى جنب مارت كتير، بس إيه خليكي جنبه، هالشي منيح إله كتير. طيب رح أبقى. أصلاً أنا رح جهز غرفة عندي بالبيت لمارت عن قريب. أنا وعدتك إني رح أعمل هالشي بس يلتقى، أنت بتعرفي عزراء، خلي يصير في عنده غرفة ببيت سته بقى.